عسلامة يا حمامة، سلامتي على تونس المزيانة. معكم بالمنسة في فيديو جديد. عندي برشا ما عملتش فيديوهات، حاسيلو وحشتوني برشا برشا. دونك اليوم نحب نسلم عليكم شعب تونس المزيان، شعب الثورة، شعب الحرية والكرامة. بطبيعة ظروف اقتصادية صعيبة على الاخر، اما on restera toujours un peuple exceptionnel, يعني الشعب في مقدمة الشعوب العربية. اليوم باش نتحدثوا على تونس وما فيها، ما يحصل في تونس الأسابيع الأخيرة. يعني أنا عندي برشا ما تبعش الأحداث في تونس، أما في الأسابيع الأخيرة بصراحة دخت حاجات تمخور، حاجات تهبل. يعني بلد إسلامي في دستوره الدين الإسلامي قاعد يعمل فيها في حملة إسلاموفوبية ضد المدارس القرآنية، المدارس القرآنية وضد تعليم القرآن وتعليم الدين الإسلامي للأطفال. يعني حاجة يعني كومبليتمون كونتراديكتوار، يعني عمرنا ما شفنا شيء كيف هذا. شفناه طبعا، نشوف فيه في تونس وفي الجزائر. بالطبيعة في الجزائر منعين الصلاة في المدارس بتعالة المدرسة العلمانية. احنا بصراحة يعني التعليمات العلمانية احنا ما تعنيناش، احنا الشعب مسلم ويريد ان يكون عنده مود في اسلامي، يعني مود في يعني تمبوراليتي اسلاميكا. alors بالطبيعة كيف شفت الاعلام بتاعكم اللي تسميوه اعلام العار واعلام المجاري، بالحق تسميه تمشي عليه بالضبط. حسيلو فريمون شيء يدوخ في يعني ما يحشموش عرواحهم، يعني بالاسم مسلمين بالجغرافيا. يعني مدرسه الرقاب مشكله بتاعها هي مشكله قانونيه وليس مشكله يعني حمله ضد الاسلام وضد المدارس القرانيه. يعني مدرسه الرقاب يعني المشكلة متاعها هي قانونية، خارج عن القانون تعاقب بالقانون، وليس يعني الحالة هذه وظفت سياسيا لشن حملة ضد الإسلام، ضد تعليم القرآن عند الأطفال. يعني بصراحة يعني حتى في فرنسا ما عمرها ما صارت. احنا في فرنسا عندنا مدارس قرآنية كل نهار الحد، كل نهار السبت، تخدم بالكدا. يعني احنا اطفالنا يتعلموا القران وحاجه عاديه للاخر في نظام علماني، يعني نظام علماني مش يعني العلمانيه يعني ما تحرمكش من 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 يعني من تطبيق الدين بتاعك. بصراحه دونك نحب نعرف التوانسه هذوما، التوانسه اللي يحاربوا في الاعلام ولا جماعه البرجوازيه الفرنكافونيه يحاربوا في الاسلام. يعني شفت دي بوست في 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 فيسبوك، فرانشمون جيتي ايكوري. يعني لو بروفيت بيدوفيل، كل المسلمين ارهابيين، يعني بيدوفيل اكسيتيرا. مي فرانشمون اون فا، حتى الفرنسيس ما عملوش فينا هكا. يعني انتم عايشين في بلد مسلمين بالجغرافيا وقاعدين تحاربوا في الاسلام في عقر داره. يعني جامي فيو دونك جامي فيو، سي كومبليتمون ديبيل، سي كومبليتمون ديبيل. alors بالطبيعة انا ما ندافعش على مدرسه الرقاب، انا جو سوي كونتر توسكي ايليغال، خارج القانون بالطبيعة يسكرها، سي با ان بروبليم. يعني هي لازمها تسوي وضعيتها. اما احتجاز 42 انفون، 42 يعني 42 طفل يحتجزوا كانهم دي كريمينال مجرمين، اي اون بلوس قاعدين تحت التحقيق، هذه عمرها ما صارت حتى في بلد اوروبي. يعني وبالطبيعة اطفال يتعدوا على الفحص الشرجي بدون موافقة الولي، هذا غير قانوني، يعني خارج نطاق القانون كسوة في تونس ولا اي قانون في العالم الغربي. يعني الطفل اللي يتعدى على الفحص الشرجي لازم يكون عندنا موافقة الولي. اما اللي نجم يتعدى على الفحص الشرجي من غير موافقة الولي في حالة واحدة، لما يكون الولي هو المعتدي جنسيا على ابنه. يعني ذوما اطفال يعني تروماتيزي افي، يعني فحص شرجي فريمون سي هوريبل، يعني دي انفون تروماتيزي افي. بطبيعة قاعدين يحقوا معاهم، يعني يحبوا يخرجوا يعني تهمة، يفبركي تهمة لإغلاق المدرسة هذه. الراجل صاحب المدرسة هذه رصات له عام حبس و200 ألف خطية على خاطر متزوج زواج حلال.
نحب نعرف يا توانسة الزواج الحالي راهي سي براتيك كورونت، اون براتيك كورونت كو سوا في المغرب العربي ولا في العالم العربي، سي اون براتيك معناها احنا عندنا الشيء هذا الممارسه هذيا حتى في الجاليه الاسلاميه في اوروبا. يعني احنا قبل العرس بالاميري فما دي كوبل يحبوا يعملوا زواج حلال باش يعرفوا رواحهم يتفاهموا ولا خاطر مش لازم يسونجاج أنا يسونجاج بداش تصيلهم يطلقوا، والطلاق فيه برشا مصاريف وفيه برشا مشاكل. دونك فما زواج حلال ينجم ياخذ زواج حلال يدوم عام عامين، وبعد عام عامين من معناها العيش لافي كوميون يعملوا لا ميري، يعملوا الزواج سكو نابل لو مارياج سيفيل. يعني الزواج الحلال احنا في فرنسا ليس يعني بجناية او بمشكل، يعني هو الزواج الحلال هو ليكيفالون دو كونكوبيناج. بالطبيعه هذا معناه صاحب مدرسه اذا كان عنده مرته ميتريس معناها عشيقته، ما كانش يعني يتعاقب بالدرجه هذه عام حبس واختيه ب 200 دينار. بالطبيعه السيستم يعني النظام العلماني يحث على التحلل الحلال الاخلاقي ويحث على ليبراسيون سيكسويل. دونك حبيت نقول لكم الا نحن نعرف الجماعه هذوما اللي يعملوا في الحمله الشنعاء ضد تعليم القران والمدارس، نحب نعرف مسلمين ولا واشيه. اذا كنتم واشيه قولوا لنا من تو، يفو مت لي كارت سور تابل. اذا انتم واشيه يعني ماكمش مسلمين. يعني فرانشمون سي انكرويابل. يعني ان فيت لي بروبليم سي كو اي سو برو اي سو ديكلار مسلمان مي اي فون تو لو كونترير دان مسلمان. Alors ensuite, nous avons une nukba, une véritable catastrophe. Nukba mtaakoum nakbatkoum. Yani wahed عندكم دجال صغير. بالنسبة لي دجال صغير اللي هو يعني عميل من عملاء الدجال الكبير. الدجال الكبير معني باش يجي في اسرائيل بيانتو. والدجال الصغير عندكم دجال، انتم الدجال الصغير. هو يوسف الزنديق. سميوه يوسف الصديق. يعني إنسان هذا المخلوق حاش خليقة الرحمن عملك عورك في هكا، معناه يتجرى ويسأل، معناه يحكي مع السبسي سيد الرئيس اش قولكم كان نلغيو كلمة الإسلام من الدستور هكا نولي معنا أقل مشاكل نرتاحوا من الإسلام والإسلامي. لا تبارك الله عليك. على السبسي قالوا صراحة بصراحة الفكرة هذه ما فكرتش فيها، خارق العادة، ما كنش نصورك بذكاء هذا. سي انكرويابل. يعني كومسي واحنا في فرنسا واحد يجي يعني الماكرون يقول له اش قولك اذا ردوا الدستور غير علماني غير ماسوني باش نحيو لا ديفيز لا ريبوبليك من الدستور. يعني الشعب، يعني الناس ما يعني لا يخدموا الشعب نتاعهم، ما يخدموش يعني لا يخدموا الهويه الثقافيه نتاعهم. ناس عايشين يعني على فتات الغرب. يعني هذا انسان يوسف الزنديق اللي قاعد في تونس منذ 2011، كان عايش في الخارج، كان عايش في فرنسا، يلي ميسيوني عنده سا ميسيون اون لي دوني اون ميسيون بور معناه بروباجي الاسلاموفوبي. معناه في اي طول طوم حاضر في البرامج التلفزيونيه والبرامج الراديو باش يحكي باش معناه باش يحث على الناس على يعني يحث على اسلام لايت، يحث معناه باش يقول يحث الاكثريه باش الناس يعني يحث على يعني الخدمة متاعه هو هدم البناء الإسلامي، الخدمة متاعه هو هدم الثقافة الإسلامية وتعويضها بثقافة علمانية، ثقافة علمانية حدثوتية نمطية. نحن نعرف الصراع القائم في تونس صراع يعني إيدولوجي بين الحداثة والمشروع الإسلامي. نحن نعرف الجماعة اللي يحكيوا على الحداثة انتم فاقين ولا يعني شايفين العالم كيف هو يمشي ولا انتوما يعني انتوما تعرفوا شو معناه الحداثة؟ الحداثة في الغرب اصبحت انتيكة. الحداثة ما عادش نتحدثوا على الحداثة احنا في الغرب، احنا نتحدثوا على مرحلة ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة يعني احنا في مجتمع كي كومبليتوم ديباسي لا مودرنيتي. احنا في دونك ان ايبوك بوست مودرن،
دوك ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة يعني شنو؟ احنا وصلنا الحداثة، وصلتنا ما بعد الحداثة. وما بعد الحداثة هي طريق مسدود. طريق مسدود يعني طريق سيؤدي إلى موت الإنسان. طريق هذا يعني الراجل يتزوج بالراجل، المرأة تتزوج بالمرأة، والحرية الجنسية عاملينها يعني الحرية الجنسية سايتي اوتوريزي بو لي انفون، يعني الحرية الجنسية ولات أصبحت للأطفال. و يعني ريسامون في فرنسا الكونسنتمون سيكسويل في فرنسا ابارتير دو 13 ans، يعني احنا يعني في فرنسا الابن ولد ولا الطفل ولا البنيه ابارتير دو 13 ans عندها حق في ممارسه الجنس بطريقه ليبرال بطريقه يعني بحب كل حريه. يعني والقانون الجاي باش يجي بلوتار بعد 5 سنين هو الكونسنتمون يعني الحريه الجنسيه منذ ابارتير دو لاج دو 10 ans، يعني منذ يعني ابارتير منذ عمر 10 سنوات. يعني هذو سكون ابل لي دووا سيكسويل اكوردي ا تو لي انفون. يعني احنا وصلنا لطريق مسدود، طريق مسدود وكل المفاهيم مقلوبه، كل المفاهيم مقلوبه، يعني الخير يولي شر والشر يولي خير. وبعدين جماعه الحدثوت احكيوا لي على الحداثه. ليه الحداثه لي كومبليتوم ديباسي؟ الحداثه ولات انتيكه. يعني احنا جينا اوروزمون احنا ما خلطناش على الحداثه، فرانشمون سي ان شانس. احنا توا يلزمنا عندكم يعني الاختيار مدخل دو فوا دو شومان. دونك لا فوا الحدثوت ما بعد الحداثه، طريق مسدود هدم العائله موت الانسان، وبيا طريق المشروع الاسلامي هو بناء الانسان وبناء العائله وبناء العالم العربي وتوحيد العالم الاسلامي. يا با دو سوليوشن ولا دونك نحب نعرف هذا. دونك كيما قلت لكم جماعه الدجال الصغير باش نقول لك راك حزين وراسك في طاجين، هذاك باش نقول لك بصراحه. نحب نكمل الفيديو نتاعي باش دعوه جوج باش نبرد على قلبي. يا زنديق راك حزين وراسك في طاجين، يا متاع الحبوس يا متاع الماسون. إذا عجبكم الفيديو متنساوش تعمل لايكي بارتاجي، اي متنساوش تعملوا سي تعليقاتكم تهمني وتعجبني ونرد عليها جو سيغي ا لور.